الكلمة لكم السيد الوزير في إطار وحدة الموضوع للإجابة على الأسئلة بأسئلة الأربعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين وآله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، شكرا على طرحكم لهذا السؤال الهام في هذه الظرفية بالذات، والذي بالفعل يشغل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والرأي العام، وهي فرصة لتقديم بعض الشروحات والبيانات الضرورية حول هذا الموضوع الذي طبعا يهمنا جميعا. أولا، بداية يجب أن نتوقف على المصطلحات. هناك من ذكر جزاه الله خيرا المصطلح الأساسي اللي هو تغيير نظام الصرف، ولكن نرى في النقاشات مصطلحات لا تعني المغرب أبدا، اللي هي التعويم أو التحرير أو تحويل الصرف. نحن ما كنهضروش على هذا، نتكلم عن تغيير في نظامنا للصرف باش ما يكونش ثابت وغيمشي لواحد نظام الصرف اكثر مرونه، وغنشرح لكم الى جاكم على خاطركم واحد شويه شنو هو المقصود من ذلك. نظام الصرف في العالم، يعني كاين عده انظمه، ولكن في العالم كاين اللي عنده دولار والاورو وداك الشيء، هذاك ما كنهضروش عليه لان هذاك هو اللي كيحدد، هذاك هو اللي كيحدد الاقتصاد الدولي، ولكن كاين اللي عنده العمله ديالو اللي كتكون اما عندها نظام صرف ثابت واللي تيكون مرتبط بعملة أو بسلة من العملات، وكاين اللي كيعندو نظام صرف مرن كيمشي وفيه درجات، فيه صحيح التعويم أو التحرير اللي كيمشي، يعني هو هذا أقصى الدرجات، يعني داك العملة ديال داك البلد كتكون محولة يعني 100%. وكاين اللي فيه مرونة في نظام الصرف، اللي يعني أنه كيبقى فيه سلة ديال العملات، ولكن هذا الشيء اللي كنا يعني واللي مازال كنفكروا فيه انه يكون في واحد داخل واحد الهامش باش ماشي يبقى ماشي فقط مرتبط بعمله او بعملات، يبقى ايضا مرتبط نوعا ما بالعرض والطلب. ولكن ملي كنشوفوا العالم كله شحال ديال البلدان الان عندها نظام صرف ثابت، كاين 62، وشحال ديال البلدان عندها نظام صرف اما متحرك او عائم أو مرن، كاين 85، وكاين 20 بلد عنده أنظمة صرف يعني متغيرة أو خاصة. كاين فرق بين نظام الصرف المرن اللي هو لا فليكسيبيليتي، وتحويل أو قابلية تحويل العملة اللي هي لا كونفيرتيبيليتي. حنا ما كنهضروش الآن على لا كونفيرتيبيليتي، نهضرو على لا فليكسيبيليتي. شنو هو أهم المراحل اللي مر بها نظام الصرف في بلادنا منذ الاستقلال؟ في 1959 إحداث الدرهم ليحل محل الفرنك الفرنسي. 1973 تحديد قيمة الدرهم عبر سلة مكونة من عملات الشركاء، عملات الشركاء الرئيسيين للمغرب. سنة 1990 إعادة توزيعات السلة ديال العملات مع إدخال طبعا العملات الأوروبية وتخفيض الدرهم آنذاك ب 9.25%. 1999 إعادة هيكلة سلة العملات باستبدال العملات الأوروبية القديمة بالأورو. 2001 وضع سلة للعملات فيها الأورو 80% والدولار 20%، و2015 مراجعة أوزان سلة العملات باش يكون مطابقة لسياستنا الخارجية، 60% ديال الأورو و 40% ديال الدولار. دابا الآن عندنا بعض واحد الهامش داخل سعر الصرف، النظام ديالنا ماشي ثابت 100%، نظام عنده سعر مرجعي اللي هو 64% الاورو 40% ديال الدولار، ولكن كاين واحد الهامش ديال 0.6، يعني 0.3 الفوق و 0.3 لتحت، اللي طبعا وعندنا سوق للصرف اللي كيستغل هذا الهامش. دابا شنو هو الفكره؟ اولا هذه الفكره ماشي جديده، وذكر بها الاخ المستشار، هي فكره قديمه بدات من سنه 2000، وكنا على وشك البداية فيها في سنة 2006 ملي كان عندنا فائض في الميزانية، وبدأ الاشتغال فيها من 2010 بالبنك المركزي اللي كيشتغل، لأن ما يمكنلكش تدخل تبدل نظام صرف بلا ما يكون عندك إعداد لهذا التغيير. بدا كنشتغلوا من 2010.
هذه ليست مفروضة علينا من أي طرف كان، وأؤكد لها لكم مرة أخرى. هذا فكرة يجب أن نقول لكم راه إلا ما درناهاش في القارف الأسابيع المقبلة راه خصنا نديروها في الأشهر المقبلة، وإلا ما درناهاش في الأشهر المقبلة نديروها في السنوات المقبلة، لأن بلادنا وصلت لواحد الدرجة من الانفتاح، وبلادنا عندها واحد طموح لأنها تكون اقتصاد، عندها واحد طموح أن الدار البيضاء القطب المالي ديال الدار البيضاء يكون عنده إشعاع دولي، عندنا واحد السياسة اللي مشينا أنه السياسة النقدية تكون مستقلة كل الاستقلال على الحكومة، وهذا ما حصل. وغنجيب لكم إن شاء الله مشروع قانون للقانون الأساسي للبنك المغربي باش نزيدوا استقلالية السياسة النقدية. ما يمكنش نبقاو في نظام السرفي الثابت الآن، لأنه أدى الوظيفة دياله، كان فعلا يعني وصلنا لواحد المستوى أنه يجب التفكير في تقوية مناعة الاقتصاد ديالنا وتقوية التنافسية ديالنا. كل أعتقد كل أحزاب الانتخابات راهم تكلموا على التنافسية الاقتصاد. التنافسية الاقتصاد تقتضي أن تكون هناك مراجعة للسياسة النقدية ونظام سعر الصرف باش يكون هناك الحفاظ على تنافسية المنتجات المغربية في الخارج وحماية الاقتصاد الوطني من أثار الصدمات الخارجية. إذا هذا سعر الصرف مرتبط وطبعا هو نظام من صلاحيات الحكومة، ولكن التنفيذ والتطبيق والتدبير اليومي لسعر الصرف هو من صلاحيات البنك المركزي. ويمكن نقول لكم أنه في هذا المجال البنك المركزي يقوم بمجهودات جبارة وبمجهودات مهنية جدا. هذو هما الأسباب اللي أدت إلى التفكير ولا زال التفكير قائما في ميدان سعر الصرف أو نظام سعر الصرف. وهنا كنزيد نأكد لكم الإخوان وهذه للتاريخ باش نبقاو عاقلين عليها، لأن ملي كنشوف النقاشات كنشوف المقارنة مع بعض البلدان. لسنا في هذه الحالة، لسنا في هذه الحالة، حنا في حالة أن عندنا اقتصاد يسمح لنا بواحد المقاربة إرادية تدريجية متحكم فيها، ماشي غير أجي ونتقل من نظام إلى نظام. إما كتنتقل فيه تحت القوة القاهرة، لأن شي نهار تتصبح ما عندكش الدوفيز، ومن بعد كيقول دوز مباشرة وكيكون انخفاض في العملة. حنا ماشي حنا عندنا المخزون ديال العملة الصعبة ديال 6 شهور، عندنا هادو هما لي بريغوكي او التحضيرات باش تغير. عندنا اطار ماكرو اقتصادي يسير في طريق التوازن العجز متحكم فيه. عندنا التضخم اللي هو اقل من 1%، هذا العام غيكون التضخم 0.9%. عندنا كل المقومات التي تسمح لنا، يعني واحد لافن التي تسمح لنا بالتفكير في تغيير نظام الصرف باش يكون اكثر مرونه، وباش يسمح للمقاولات انها يكون اكثر تنافسيه، وتكون ايضا كما قلت الاقتصاد ديالنا يكون اكثر قوه واكثر متانه. وكل الدراسات تثبت ان سعر الصرف الدرهم الان، هذا سعر الصرف الدرهم هو منسجم مع الاطار الماكرو اقتصادي، بمعنى يعني يا با دو ديزالينيومون، بمعنى انه نظريا اذا كان هناك تحرير غيبقى سعر الصرف ديال الدرهم هو سعر الصرف الحالي نظريا، ولكن مع كامل الاسف ملي تيوقع التحريك تيكونوا بعض المضاربات، وبين قوسين هذوك اللي داروا المضاربات دابا شويه ضربهم الضو، يعني ما دابا غادي يعني داروا حسابات خاطئه، تيكونوا بعض المضاربات. ولكن ماذا حصل في بلادنا؟ انه كان فعلا عمليات استباقيه من بعض الفاعلين، ولكن كنأكد لكم ان المخزون ديالنا ديال العمله الصعبه او العملات الخارجيه يعني المستوى ديالو الان نعيد هذا المستوى ديالو، وفي اخر السنه غادي نرجعوا في المستوى ديال بدايه السنه اللي هو 6 اشهر. لان كما قلت لكم وحتى ملي كان هذه العمليات الاستباقيه كنا كنشوفوا ماذا يقع في المارشي نواغ او في السوق. اما زوج دقائق، اذا اللي بغيت نقول لكم انه هذا 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 المشروع هو مشروع هيكلي، مشروع اللي غيسمح الاقتصاد ديالنا باش يكون فيه تنافسيه. صحيح ان الان هناك يعني حتى تكتمل الصوره وتكتمل كل الدراسات هناك تاجيل لهذا الاصلاح الى ان يدخل لحيز التنفيذ في الوقت المناسب. شكرا سي الرئيس. شكرا سيد الرئيس. انا فقط
نظرا لأهمية الموضوع حتى تتمكنوا من التعقيب على من الرد على التعقيبات.